أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أنه يتم العمل على تمكين أبناء وبنات الوطن من ضمن العمل في جميع القطاعات، وأعلن أنه سيتم قريبا برنامج توطين المحاماة والتعليم والمطاعم والمقاهي والهايبر ماركت، وأيضا بأنهم يسعون من خلال قرار العمل المرن إلى تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل في أوقات الفراغ. مرة حلو، مرة حلو، خاصة الطلاب، أنا كونه أنه يتاح للطلاب فترة عمل من أثناء الدراسة، هذا وسيلة يمكن تأهيلهم لسوق العمل. أكيد طبعا، غير أنه وسيلة تأهيلهم لسوق العمل، يعني أنا أحس أنه هيكون فيها يعني مرجعية مرة كبيرة لما يتخرج الطالب هذا ويبغى يشتغل وقتها، أقلها يكون عرف إيش فيه، عرف السوق، فهم إيش قاعد يصير، كيف بيشتغلوا الناس. فأكيد 70% إحنا عندنا شباب في المملكة العربية السعودية، فلازم نستغل ونتمكن من فعلا نوري للناس طاقة هؤلاء الشباب قد إيه قوية عندنا وقد إيه كبيرة عندنا، ونستغلها في سوق العمل. ليه لا؟ وغير كذا خلونا نتخلص بعد من كلمة لازم أن يكون عندك خبرة قبل الشغل، هو يكون توه متخرج، فهو يتخرج ومعه الخبرة بنفس الوقت، فهذا أكثر شيء ممكن يريح الشباب، حتى لو خبرة بسيطة إيش من كانت الخبرة. صحيح.